السلام عليكم. دلوقتي انا عندي ملف ريفيت ومش عارف الملف ده انهي اصدار، فمش عايز اقعد اجرب كتير. فهاجي هنا ادوس رايت كليك واقول له اوبن ويز، واروح مختار تشوز انذر ابس، واروح مختار هنا النوت باد. النوت باد ده اصغر ملف تكست، هقول له اوكي. هيبدا يفتح الملف، هياخد شويه وقت لحد ما يتفتح، ان هو بيجيب له كل المعلومات اللي موجوده جواه. فاجي اعمل سيرش كنترول اف، واروح كاتب كلمه بيلت بي مسافه يو مسافه اي مسافه ال مسافه دي، واروح دايس انتر. اهو الكلمه اللي على طول قبلها هي دي الاصدار بتاع ملف ريفت اللي هو 2020. فانا كده عرفت ان ده بيتفتح على 2020، فاروح فاتحه على ريفت 2020.